زيت اللوز يا ناس يا لوز، فوائد لا تنتهي من زيت فيتامين اي. اهلا بيكم. ايه زيت اللوز الحلو وليه عامل له حلقه مخصوص؟ انا لما اتكلم عن زيت بحب الزيوت اللي بتتعمل الف حاجه، يعني على السلطه اوكي، على اللحمه اوكي، على الشعر اوكي، على البشره اوكي، على الضوافر اوكي، معلقه كل يوم كله ماشي. فالحاجات اللي فوائدها كتير قوي دي انا احب اتكلم عليها. ايه زيت اللوز الحلو؟ زيت اللوز الحلو ده فيه كمية فيتامين اي غير طبيعية، فيه فيتامين الف وفيه بوتاسيوم وفيه زنك، دي الحاجات اللي فيه، وفيه اوميجا 3 لانه من المكسرات، ولكن يعني الاوميجا 3 اللي فيه من النوع النباتي فمش قوي قوي زي السمك، راجع حلقة الاوميجا 3. طب انت بتتكلمنا عنه ليه؟ اقول لكم بقى، لو انت عاوز نشاطك طبعا اين عشاق الدهون، تعالوا اسمعوا الكلام. لو انت عاوز تغير طعم السلطة بحاجة جديدة، لو انت زهقت من زيت الزيتون، لو انت زهقت من الزبدة، لو عاوز تحط حاجة تعمل الفوائد التالية وتدي طعم كويس، عليك زيت اللوز الحلو. بيعمل ايه؟ واحد، اول حاجة الدهون، ايه اكتر جهاز في الجسم بيحبها؟ انا خلاص الكلام كله بقى قديم، الناس بقت عباقرة قاعدة هتفتحوا قنوات. ايوه المخ، المخ والجهاز العصبي، تديله دهون يديك طراوة على طول، تعرف تفكر كويس، تركيزك بيتحسن، جهازك العصبي يبقى اكثر نشاطا، الاعصاب الطرفية تتحسن بشكل جامد قوي عشان الدهون بتحب الجهاز العصبي والجهاز العصبي بيحب الدهون من ايام الجيز. تاني حاجة بيحسن الهضم بطريقة جميلة جدا، زيت اللوز بيحسن هضم الدهون ويحسن هضم البروتين جوه المعدة. زيت الزيتون حلو قوي للقلب، زيت الزيتون حلو قوي لو انت عندك مشاكل في المرارة، ولكن ما يحسنش الهضم نفسه. زيت اللوز يحسن جودة الهضم، الناس اللي بعد 30-35 اللي ماشيين بيه الانزيمات الهاضمة، زيت اللوز انا بحطه على السلطة بيبقى فظيع، في ناس بتاخده بالمعلقة، ولكن فانتو يحسن هضمنا ويحسن الجهاز العصبي. تالت حاجة فيتامين ايه اللي فيه، فيتامين ايه ده بتاع اسمه فيتامين ايه، فيتامين الجنسي، فيتامين اي يحسن الحيوانات المنوية، فيتامين اي يحسن عمل البويضات، فيتامين اي مضاد اكسده قوي قوي فيحسن الخصوبه للراجل وللست، فدي فايده ثانيه لزيت اللوز الحلو. على فكره الكلام ده كله جوه، لسه لبره لبره اصبر. النقطه اللي بعد كده مضاد التهاب رائع، يعني انتي انفلاماتوري، الناس اللي عندها التهاب مفاصل، الناس اللي عندها التهاب قولون، الناس اللي عندها التهاب مزمنه في المثانه، التهابات المزمنه ده مضاد التهاب يساعد، طبعا مفيش حاجه بتعالج حاجه، النظام الغذائي مش عايز ادي كلام، فده يساعدك مضادات الالتهابات، يقلل الكوليسترول الفي ال دي ال الضار، يحسن الاتش دي ال الكوليسترول الكويس، ويساعد جسمك ما يبقاش فيه ترايجلسرايد او الدهون الثلاثيه الضاره. النقطه الاخيره جوه يحسن طاقتك العامه لانه بيدي سعرات حراريه، المعلقه الصغيره تديك 100 سعره حراريه، تخيل حطيت معلقتين على السلطه 200 سعر كده طاقه كلهم، فيحسن طاقتك. ده كله سيبك يا دكتور من جوه، كلمنا في بره، الناس بتحب بره الايام دي، الناس بتوع مظاهر صحيح. زيت اللوز، اي ست تشتكي من ستريتش مارك لو انت في الحمل كل شويه بطنك تكبر اكتر، لا او لو انت تخين وبتخس الخطوط اللي بتبان دي، ادهن كل يوم بالليل زيت لوز حلو وسلم لي على الاستريتش مارك، سالت عليها كتير قوي. ستريتش مارك العلامات البيضه للي بيخس، او الست وهي لما تحمل بطنها تبقى فيها شرط بيضه كده او خطوط بيضاء، الاستريتش مارك بيروح بيه زيت اللوز. الحاجه اللي احلى من كده، وانتوا يا سيدات ويا بنات وانتوا بتشيلوا الميك اب شيلوه بقطنه بزيت اللوز. زيت اللوز احسن على البشره من زيت الزيتون لانه اخف. زيت اللوز فيتامين اي عالي قوي، ولكن في حاجه تانية، في حاجتين تانيين، في زنك، والزنك حبيب البشره، الناس اللي عندها حب الشباب بياخدوا زنك، فده يحسن بشرتك، فوانت بتشيل الميك اب تدي تغذيه مضادات اكسده بفيتامين اي وتدي زنك لبشرتك، فتعوض مشاكل اللجات بسبب الكيماويات بتاعه الاحمر والاصفر والاخضر والفوشيا. تمام. حاجه بعد كده قبل ما اسيب نقطه الزنك، لو انت عندك ضوافرك بتتكسر، لو عندك مشاكل في الضوافر او عندك مشاكل في الضوافر، ادهني قبل ما تنامي كل يوم من زيت اللوز الحلو على ضوافرك، في خلال 3 اسابيع ابعتوا لي صور الضوافر هجوزكم من اول وجديد. يبقى انا اتكلمت على البشره والضوافر، فاضل ايه؟ الشعر. ده مليان بيوتين، مش بقول لكم هو شيء عجيب، البيوتين يقوي الشعر، البيوتين يقلل التقصف، البيوتين يغذي الشعر من الجسم، فممكن قبل ما تنامي او قبل ما تنام
تعمل مساج خفيف كده والصبح تستحمى بميه دافيه، فالبيوتين في خلال شهر شهرين يحسن الشعر يقويه ويخليه شايني ويخلي التساقط ينزل. حاجه رابعه، النابكنز ديرماتيتس بتاعت الاطفال اللي هي مكان الحفاضات المحمر. على فكره زيت اللوز هايبو اليرجيك، يعني ايه؟ يعني لا يسبب الحساسيه الا في النادر، عشان كده دايما تلاقي على منتجات الاطفال يقول لك هايبو اليرجيك، او حتى على منتجات اكل الكلاب يقول لك هايبو اليرجيك فود، يعني لا يسبب حساسيه. فده لو انت او لو انت بشرتك حساسه، لو البيبي طبعا بيبي بشرته حساسه قوي وعنده التهابات من الحفاضات، مع زيت اللوز الحلو من احسن الحاجات اللي تودي بما فيه مضادات التهابات وبما فيه دهون مفيده وبما فيه من زنك وبما فيه من فيتامين ا، كل ده للبشره فظيع، فيحسن النابكنز او مكان الحفاضات بتاعه البيبي بشكل كبير. الحاجه اللي بعد كده، الناس اللي عندها اكزيما او سورايسز الصدفيه، طبعا افضل زيت للسورايسز والاكزيما ايه؟ زيت النيم. اللي عنده صدفيه او اللي عنده اكزيما وما يستخدمش زيت النيم فايتك كتير. تاني حاجه بعد زيت النيم، مش بنفس كفاءته بس زيت اللوز حلو قوي، وعلى فكره الايرفيدا او الطب القديم كانوا بيستخدموا زيت اللوز الحلو لكل مشاكل الجلد، سواء حساسيات او التهابات او اكزيما او صدفيه. ايه لو مش قادر تجيب زيت النيم او زيت النيم ريحته صعب قوي، جرب زيت اللوز الحلو هيخدمك كتير جدا. حاجه تانيه جميله قوي، يعني انت قلت يا دكتور الزنك وقلت فيتامين ا وقلت فيتامين اي بيزود الكولاجين في المكان، ايه تاني الفيتامين اللي يزود الكولاجين؟ ايه الحاجه اللي لازم الكولاجين يشوفها عشان يزيد؟ فيتامين سي. يبقى دي تاني حاجه بتزود الكولاجين في الجسم، فيتامين سي وزيت اللوز الحلو يزود الكولاجين. فانتوا متخيلين لو حطيناه على البشره. وعلى فكره بيحمي الجلد من الناس، اخواننا اللي بيشتغلوا في الشمس كتير، حبايبنا المهندسين، الناس اللي طول النهار في الشمس، او اخواننا في الخليج حتى وانت رايح السوبر ماركت، الشمس الجامده قوي دي لما ترجع حرقه الشمس ده يطفيها، يعني حلو قوي لحمايه الجلد من تاثير الشمس الضار، ولكن ما يحميش الاشعه، مش زي مثلا زيت التوت البري او الحاجات اللي بتتحط مضاده للالترا فايولت او الاشعه البنفسجيه، بس ده بعد ما ترجعي او بعد ما ترجع لو حطيته تحس ان جسمك ارتاح لو الشمس كانت حارقه جدا. النقطه الاخيره، سواد تحت العين. يعني هتقول لكم حرام عليكم انا عملت كل حاجه ومفيش غيري ولا ايه؟ لو انت عندك ايه الزيت اللي قبل كده قلت، زيت القهوه ده تاني حاجه اللي يتحط تحت العين بما فيه من الحاجات اللي انا قلتها، والبيوتين يحسن السواد اللي تحت العين بشكل كبير جدا، يبقى يحسن هضمك وجهازك العصبي ويقلل الكوليسترول وبيقلل، يعني بيظبط السكر، ليه تفاعل كده يخلي السكر ما يعلاش قوي لو انت خدت زيت اللوز مع الاكل. ومن بره شعرك، عينيكي، بشرتك بعد الميك اب، حفاضات الاطفال، الاستريتش مارك. ماذا اقول عن زيت اللوز الحلو؟